انت اكثر واحد بيعرف انا كيف بفكر، وبتعرف ان انا ما بفرق بين كبير وصغير. انا بشوفك بعيون اكبر من هيك بكثير، بس بليز افهمني، انا اذا كنت متمسكه بهالعيله كرمال ابني، لانه ما بدي اعيش اللي انا عشته. ما بدي يكبر ويلومني مثل ما انا لما امي لما تركتني كرمال رجال تاني. معناها ما تلوميني اذا انا خطبت وقررت كفي حياتي. انا ما عم لومك، بس انا بعرف ان انت ما بتحبه. ليش انت بتحبي؟ لا، من بعد كل شيء عملوا فيي ما بقى عندي اي احساس تجاهه. مشان هيك لكان طلبتي يرجعني يكون معه مو معك. عم جرب اهرب منك، عم جرب ما اشوفك تما اضحك. ما رح تقدري، ما رح تقدري، لانه بعد طلبك هذا هلا هو صار بده يعني يكون معك. ليش؟ لانه شاكك فيكي، شاكك انه يكون في حدا بحياتك وطلب مني انا رفيقه اللي بيوثق فيه يكون عينه عليكي. شفت الموضوع شو معقد دكتورة بيان؟ كثير معقد. اخر همي اذا شاكك فيا، هو اخر واحد بحق له يحكي.